السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من استديوهات قناة عدن، والبداية بأهم وأبرز العناوين. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 770 شهيدا وإصابة نحو 4100 آخرين. وزير المالية يبحث مع دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات. الحكومة اليمنية تؤكد أن السكوت على جرائم الميليشيات يهدد العملية السلمية ويفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي إلى 770 شهيدا حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بينها عائلات بأكملها، بالإضافة إلى إصابة نحو 4100 آخرين بجروح مختلفة. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها العنيف لمناطق واسعة في قطاع غزة، مما أدى لتدمير مئات المنازل والمنشآت. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة دمرت 790 وحدة سكنية وألحقت أضرارا جسيمة ب 5330 وحدة سكنية. كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن مئات الآلاف من الأطفال قد تأثروا جراء تصعيد الأعمال العدائية في قطاع غزة، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية. وقال المتحدث الإعلامي باسم يونسيف جيمس إلدر في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة أن 1,100,000 طفل في قطاع غزة والضفة الغربية هم بحاجة فعلية إلى المساعدات الإنسانية قبل هذا العنف المتجدد. وأعرب عن قلقه إزاء التدابير الرامية إلى قطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن غزة، ما سيضيف طبقة أخرى من المعاناة إلى الكارثة الحالية التي تواجهها الأسر في القطاع. ولفت إلى أن حرمان الأطفال من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية يعرض حياتهم للخطر، فيما ألحقت الهجمات أضرارا جسيمة بالمناطق المدنية والبنية التحتية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي. بحث وزير المالية سالم صالح بن بريك في مدينة مراكش المغربية مع ممثلي دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات لوزارة المالية والمصالح التابعة لها. جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي بدأت أعمالها بمدينة مراكش بمشاركة وحضور مسؤولين وخبراء من البنك وصندوق النقد الدوليين. واستعرض الوزير بن بريك أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي والتحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة منذ أكثر من عام نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وإقدامها على استهداف المنشآت النفطية الاستراتيجية. ونوه وزير المالية بدعم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي ومصلحتي الضرائب والجمارك، مؤكدا حرص الحكومة ووزارة المالية على المضي قدما في إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق مبدأ المساءلة، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة لتقديم المزيد من الدعم لمساندة جهود الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة والتغلب عليها. شهد وزير المالية سالم صالح بن بريك تتويج مشروع زراعي تنموي لرائد الأعمال اليمني الشاب أحمد جيلاني الحبشي ضمن أفضل 5 مشاريع تنموية تنافس عليها بمرحلتها الأولى 4700 متنافس، وبمرحلتها الثانية 35 متنافسة من مختلف دول العالم.
جاء ذلك في إطار حدث قادة الغد مستقبل النمو الشامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنضوي ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تستمر خلال الفترة من 9 وحتى 15 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة مراكش المغربية، وبمشاركة وحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني وصندوق النقد والبنك الدوليين. واستعرض الشاب أحمد جيلاني مشروعه بفارم للتنمية الزراعية والصناعات الغذائية مقدما شرحا شاملا وموسعا حول المشروع الذي بدأه مع شباب آخرين لمساعدة المزارعين في عرض منتجاتهم والوصول إلى أسواق الجملة عبر تطبيق سهل التعامل، مؤكدا طموحه لتطوير المشروع ليصبح أداة استثمار كبيرة. وأشاد وزير المالية وممثلو صندوق النقد والبنك الدوليين بجهود رائد الأعمال الشاب الحبشي ومشروعه بفارما الزراعية التنموية الذي من شأنه الإسهام في النهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدين الحرص على دعم المشاريع الشبابية التنموية الرائدة ومنها مشروع بفارم من أجل الإسهام في تطوير المشروع وتحقيق أهدافه التنموية. أكدت الحكومة اليمنية أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وحازمة تجاه جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية يهدد العملية السلمية ويتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين ويفاقم من الوضع الإنساني. وأشارت في كلمتها إلى الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان التي ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ إلى أن هذا الأمر يستدعي ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية الملحة تجاه المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين على حد سواء. وعبرت الحكومة عن تقديرها للجهد الذي بذل في إعداد تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية التي قدمها للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وما تضمنه من إبراز للدور الفاعل للجنة الوطنية للتحقيق في الرصد والتوثيق والتحقق وما أنجزته من نتائج ومستوى التحسن في أدائها ونوعية تقاريرها. ودعت الحكومة أعضاء المجلس إلى بحث أوضاع حقوق الإنسان في اليمن حتى تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها في هذا المجال، كما تطرقت الحكومة إلى مستجدات الأوضاع في اليمن مشيرة إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يتبنى إجراءات تسهم في استعادة السلام والاستقرار في اليمن ضمن عملية إصلاح واسعة في إطار الالتزامات العامة للدولة. وأضافت أنها في إطار تلبيتها للجهود التي تبذلها محليا وإقليميا ودوليا لا تزال ملتزمة بالهدنة الإنسانية وبتنفيذ جميع أحكامها في وقت ترفض فيه الميليشيات تنفيذ ما عليها من التزامات، ومن أهمها فتح المعابر والطرقات بين جميع المدن اليمنية ورفع الحصار عن مدينة تعز. وتواصل خروقاتها واعتداءاتها على السكان المدنيين ومخيمات النزوح في كل من مأرب والضالع والحديدة وتعز، وكذا تحركاتها الاستفزازية والمتجسدة في الحشد والاستعراض العسكري والتهديد والوعيد باستخدام القوة العسكرية. ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية وتوجيه التهم الباطلة وإصدار الأحكام غير القانونية بحق المواطنين والمسؤولين اليمنيين، مشيرة إلى أن الميليشيات أصدرت في الأيام القليلة الماضية قائمة تضمنت أسماء قرابة 4000 شخص من قيادات الشرعية وأعضاء مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمسؤولين والنشطاء زعمت أنهم مطلوبين للمحاكمة. ولفتت الحكومة إلى حملات الاختطافات والاعتقالات التي شنتها الميليشيات ضد المشاركين في الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر ووصل عددهم إلى 1400 معتقل. وأضافت من هنا فإن ممارسة هذه الأعمال لا توحي بالتزام هذه الميليشيات بالتهدئة
كأولوية إنسانية والتهيئة للانخراط برية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يتوافق مع تطلعات الشعب اليمني للعيش في دولة آمنة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية. وأكدت الحكومة أنها ترى أن الوقت قد حان للخروج من موقف المهادنة وأن يكون واضحا للمجتمع الدولي من هو المعرقل لجهود السلام وأن يتخذ موقفا حازما يدعم الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة اليمنية بكل السبل المتاحة والتخلص من ابتزاز هذه الميليشيات الإرهابية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن. وأشارت أنه لا تزال هناك العديد من الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها مثل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتجريد الأطفال وغسل أدمغتهم بأيديولوجيات متطرفة تشكل خطرا كبيرا على الجيل القادم، مضيفة أن الميليشيات ألغت حرية الإعلام وقيدت القضاء وتمارس القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتستخدم محاكمات صورية لتوجيه عقوبات قصوى ضد المنتقدين لتصرفاتها أو المعارضين لها، كما تمارس التمييز ضد المرأة وتقيد حركتها وحريتها الشخصية. شاركت بلادنا في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة بوفد ترأسه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح. وفي الاجتماع الذي ناقش عددا من القضايا الصحية ذات الاهتمام الإقليمي، استعرض وزير الصحة رؤية وأولويات واحتياجات القطاع الصحي في بلادنا. وجرى في الاجتماع انتخاب وزير الصحة الصومالي رئيسا للدورة 70 ووزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس الصحة بدولة جيبوتي الدكتور أحمد روبلة نائبين لرئيس الدورة. وجه وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري بتعشيب ملعب كرة قدم في نادي وحدة عدن بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة. واطلع الوزير البكري خلال زيارته لمقر النادي على الأعمال الإنشائية الجارية فيه والتصاميم الخاصة بمقره الجديد. واستمع البكري من رئيس النادي الدكتور وسام معاوية ومهندسة المشروع إشراق عبد العزيز إلى شرح مفصل عن مجمل الأعمال الإنشائية المقامة في النادي بدعم من السلطة المحلية في المديرية والمحافظة والمتضمنة بناء 10 محلات تجارية وإعادة تأهيل ملاعب كرة الطائرة والسلة وتعشيب ملعب كرة القدم الخماسية وموقف للسيارات، فضلا عن استكمال مدرجات ملعب شهداء عدن وملحقاته. وأشاد الوزير البكري بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة النادي في سبيل الارتقاء بمختلف الألعاب الجماعية والفردية، مثمنا الدعم الكبير المقدم من قبل السلطة المحلية في المديرية والمحافظة خاصة في مجال مشاريع البنى التحتية والتي ستعود بالنفع والفائدة على شباب النادي ورياضيه. كما زار الوزير البكري القاعة الخاصة بمعرض الكؤوس والميداليات التي تختزل تاريخ النادي وإنجازاته الكبيرة التي حققها طوال مشواره الزاخر بالكثير من النجاحات والممتد لأكثر من 90 عاما في جميع الألعاب الرياضية، وأبدأ إعجابه بالتحديثات الإنشائية التي طرأت على النادي وملحقاته في ظل إدارته الحالية. ناقش اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي بعدن تطوير مستوى الأداء وتوفير المتطلبات الأولوية لتفعيل القطاعات لتحسين مخرجات العملية التعليمية والتدريبية. وأقر الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني عبد رب المحولي تشكيل لجنة لإعداد خطة لاحتياجات الوزارة وتضمينها ضمن الخطة العام القادم والتحضير لعقد لقاء تشاوري لمدراء مكاتب التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظات المحررة. كما ناقش الاجتماع القضايا الخاصة بالمحور الإداري وشدد على الالتزام الوظيفي وأداء المهام وفقا للقانون. بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز مع قائد الجيش الأمريكي التابع للقيادة المركزية
الفريق باتريك فرانك أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري. وخلال اللقاء الذي حضره قائد العمليات الخاصة لواء الركن إسماعيل زحزوح، أشاد رئيس الأركان بمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن، متطرقا إلى استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة والمخدرات لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتقوض جهود السلام، وتهدد أمن الملاحة البحرية الدولية وأمن المصالح الحيوية العالمية، مثمنا في هذا الصدد جهود البحرية الأمريكية في منع تهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي. كما أعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه في تقديم المزيد من الدعم للقوات المسلحة اليمنية وتطوير قدراتها بما يؤهلها للقيام بواجباتها في استعادة الدولة اليمنية وترسيخ الأمن والإسهام الفعال في محاربة الإرهاب ومكافحة التهريب والمشاركة في حفظ أمن وسلامة خطوط الملاحة البحرية العالمية، مشيرا إلى حاجة القوات المسلحة للتعاون في الجوانب التدريبية والتأهيلية والفنية والتقنية لرفع قدراتها وتحديث كفاءتها. التقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، رئيس أركان الجيش الأمريكي الفريق أول راندي غورغ. وخلال اللقاء الذي يأتي على هامش معرض السلاح السنوي الذي ينظمه الجيش البري الأمريكي، عبر رئيس هيئة الأركان عن التقدير لمواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وقيادته وقواته المسلحة، مثمنا الأدوار التي تقوم بها البحرية الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب في اليمن ومنع وصول الأسلحة والمخدرات التي تقوم بها إيران بتهريبها لميليشياتها الحوثية. وأعرب عن تطلعه لتطوير التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين واستئناف برنامج الدعم والمساعدات التي كانت تقدمها الولايات المتحدة للقوات المسلحة اليمنية. كما عبر رئيس الأركان عن تقديره لما تقوم به الولايات المتحدة في جانب تدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة اليمنية ورفع قدراتها فنيا وتقنيا بما يساعدها في أن تكون شريكا فاعلا في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الاستقرار والأمن لليمن والمنطقة. هذا وقد كان رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له قد طافوا بأجنحة المعرض الذي تشارك فيه شركات الأسلحة من مختلف أنحاء العالم، واطلع على ما يمكن الاستفادة منه في تجهيز وتطوير الجيش اليمني. ميدانيا، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية شمال شرق مدينة تعز. وذكر مصدر ميداني أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة الحمد في حي كلابة، مؤكدا أن قوات الجيش أحبطت المحاولة وأجبرت العناصر الإرهابية على الفرار. في السياق، استهدفت مدفعية الجيش تجمعات للميليشيات في البوابة الغربية للقصر ردا على محاولة استهداف قوات الجيش بطائرة مسيرة انطلقت من ذات الموقع. استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز سفير بلادنا في المملكة شائع الزنداني والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا. وخلال اللقاء أكد الزنداني على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين اللذان تربطهما أواصر القربة والجغرافيا والتاريخ واللغة، معربا عن تقديره للدعم والرعاية الذي تقدمه الإمارة لأبناء الجالية اليمنية في منطقة الحدود الشمالية. وفي سياق متصل، استقبل رئيس جامعة الحدود الشمالية المكلف الدكتور فراس المدني السفير الزنداني، وقد تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في بلادنا. وأعرب الدكتور المدني عن اعتزاز الجامعة بوجود كادر يمني ضمن هيئة التدريس. وكان السفير الزنداني قد زار المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بمنطقة الحدود الشمالية والتقى مدير عام المؤسسة المهندس حسن السليم، واطلع على نشاط وبرامج المؤسسة ودورها في تأهيل الكفاءات الفنية في مختلف التخصصات المهنية. قال مندوب بلادنا الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور
أن 88% من اليمنيين يعانون أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأضاف في كلمة بلادنا خلال اجتماع اللجنة التقنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن قرابة 5 ملايين يمني نازح، منهم 3,300,000 في المناطق المحررة يعيشون أوضاع مأساوية، وبأمس الحاجة لتأمين احتياجاتهم الإنسانية ومساعدتهم لإيجاد طرق للاعتماد على أنفسهم في كسب سبل العيش الكريم. وأكد الدكتور مجورا أن الحكومة اليمنية تبذل قصارى جهدها وبمساعدة المجتمع الإقليمي والدولي، لكنها تواجه تحديات لمعالجة مشكلة النزوح الداخلي، لافتا إلى أهمية التركيز على دعم الخدمات العامة لتكون قادرة على تقديم الخدمات للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة. وتطرق إلى قضية الهجرة من القرن الإفريقي والتي تشكل عبء على السلطات اليمنية والحاجة الماسة لتدخل متكامل ومنسق لحل هذه الإشكالية، منوها بضرورة أن يكون العمل بوتيرة أعلى وأن يتم تخصيص موارد كافية تتناسب مع حجم النزوح والعودة. شارك مندوب بلادنا الدائم بمقر الأمم المتحدة في جنيف السفير علي مجور في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة دولية بشأن قانون التصاميم، والتي دعت إليها الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ووافقت اللجنة على الأحكام الإدارية والختامية ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر. ورحبت بلادنا في كلمة ألقاها الدكتور مجور بانعقاد المؤتمر الدبلوماسي، وأعربت عن دعمها الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة أعمال المؤتمر عام 2024. ووافقت اللجنة بالإجماع على طلب المملكة لاستضافة المؤتمر الدبلوماسي والذي سيعقد في الرياض في نوفمبر 2024. نظمت لجنة رياضية تابعة للمرأة بالعاصمة المؤقتة عدن المهرجان الأول للألعاب الرياضية النسوية بمشاركة فتيات يمثلن أندية المحافظة، وذلك احتفاء بأعياد الثورة اليمنية. وتضمنت فعاليات المهرجان التي حضرها نائب مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية إقبال بهادر ووكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد محسن الخليفي عددا من الفقرات الفنية والوصلات الغنائية والعروض الكرنفالية من قبل لاعبات أندية المحافظة وزهرات المدارس. كما تم تقديم لوحات استعراضية للألعاب الرياضية كرة القدم والصالة والكرة الطائرة والطاولة والريشة والشطرنج وألعاب القوى ورفع الأثقال ولعبة الجيم والكاراتيه والتنس الأرضي. وجرى على هامش المهرجان تنظيم معرضا للتراث والموروث الشعبي الثقافي وعادات وتقاليد المجتمع في عدن وبعض المحافظات المجاورة، وتكريم عددا من الشخصيات وممن كانت لهم إسهامات في تنظيم وإنجاح فعالية المهرجان. أقيمت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فعالية مهرجان يوم التراث اليمني السنوي الثالث في باي ريدج، والتي نظمتها جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين. حضر الفعاليات المئات من أفراد الجالية اليمنية والمواطنين الأمريكيين وعددا من الفنانين ورواد الفنون الشعبية وأصحاب الأعمال. يوم التراث عكس عددا من الأنشطة المرتبطة بالتراب اليمني في كافة المجالات الثقافية والفنية والأزياء الشعبية. وقال رئيس جمعية التجار اليمنيين الأمريكيين عبد السلام مبارز: أردنا أن يفهم الناس ثقافتنا، الطريقة التي نرتدي بها ملابسنا، والطريقة التي نجلب بها موسيقانا، والطريقة التي نحضر بها رقصاتنا التراثية. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله.
وقبل الختام نعود لنذكر بأهم وأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 770 شهيدا وإصابة نحو 4100 آخرين. وزير المالية يبحث مع دائرة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي مواصلة الدعم الفني وبناء القدرات. الحكومة اليمنية تؤكد أن السكوت على جرائم الميليشيات يهدد العملية السلمية ويفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني. وفي الختام أترككم في رعاية الله، دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.